إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع بث جديد برنامج كاشف الشبهات. أول حاجة سعداء، أو أنا سعيد بتواجدي اليوم معكم ومع ضيوفي الأستاذة نهى السيد، مسيحية سابقة غادة صابر فيليب، ومعانا ضيف الأستاذ جرجس موجود معنا بس على الماسنجر. يعني هو كان المفروض يكون معانا على الستريم يارد، ولكن نظرا للتقنية عنده مش مظبوطة فالأمر جه كده. إن شاء الله الحكاية تبدأ بإن الأستاذة نهى حينما اعتنقت الإسلام قالت بمنتهى الصراحة: أنا دخلت الإسلام عن اقتناع. وقالت لو حد من الأصدقاء النصارى عنده أجوبة على أسئلتي أنا مرحبة جدا، وإن هي هتبدأ تبحث في كل حاجة، لأن الموضوع بالنسبة لها موضوعي جدا، ما عندهاش أي غاية إلا الله عز وجل. ومن هنا بدأ إن يدخل الأستاذ جرجس معانا حاليا، وقال لها، هو رجل يعني كبير في السن، وقال لها ان هو محتاج ان هو يتناقش معاها، وهي اقترحت ان النقاش يكون جماعي وانا تدخلت في الحوار. انا مش حاسبق الاحداث، بس هسلم على الضيوف وهخلي الاستاذه نهى تبدا الحديث، وبعد كده الاستاذ جرجس، وانا متواجد معكم. حياكم الله جميعا. حياك الله، اتفضلي استاذه نهى. اول حاجه بحييك يا استاذه نهى، اهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. استاذه نهى، أيوة يا فندم، مع حضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. الله في البداية يحييكي اولا، يعني بنسلم عليكي اولا. ربنا يحفظك يا أستاذ أحمد، بارك الله الله فيك. يكرمك. والاستاذ جرجس سامعني؟ استاذ جرجس، الاستاذ جرجس، ايوه مع حضرتك، مع حضرتك، يا ريت لو معلش حضرتك كده. تسلم على الجمهور، هم سامعينك دلوقتي. اولا انا بشكر الاستاذ احمد والاستاذه نهى، اخلاق فوق الوصف. معلش صوت حضرتك. معلش اسف، اتفضل. اسف يعني في مشاكل عندي في التقنيه. بشكر الاستاذ احمد والاستاذه نهى على يعني اخلاق بقول فوق الوصف، دي نمره واحد. نمره اتنين، اللي انا عايز اقوله انه اليهوديه، المسيحيه، الاسلام، الثلاثه يدعو الى عباده اله واحد لا شريك له، لم يكن له ولد او صاحبة، ولكن كل واحد بيعبد هذا الإله بطريقة معينة، واللي جه في سورة العنكبوت إلهنا وإلهكم واحد، فإحنا كلنا بنعبد إله واحد، وفي الآخر من أتاني بقلب سليم. هذا الحوار فقط لتبادل الآراء. وأضيف نقطة تانية، أنا دخلت هذا الحوار علشان أستفيد من علم الأستاذ أحمد ومن علم الأستاذة نهى، هو تبادل آراء مش أكتر، وكل اللي بيسمعني يعرف إني أنا تلميذ في مدرستهما وبتعلم منهم بس. أشكرك جدا. طيب إحنا إن شاء الله إحنا في ساحة حوار، واحنا يعني اول حاجه غايتنا الوصول الى الله عز وجل، واحنا دلوقتي هنبدا نسمع ليه الاستاذه نهى ايه الحاجات اللي بتعترض عليها على المسيحيه، والاستاذ جرجس يحاول يرد عليها، وانا ان شاء الله معكم في الحوار، يعني نتبادل كلنا المعلومات في هذه الامور. الاستاذه نهى تقريبا جهز السؤال او اتنين، مش هنكتر، وان شاء الله يبقى لينا حوارات اخرى. اتفضلي يا استاذه نهى. ان شاء الله. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، طبعا برحب بالأستاذ والأخ الفاضل أحمد سليمان صاحب قناة كاشف الشبهات، والأستاذ جرجس، وأتمنى أن يكون الحوار مفيد وفي إطار علمي وأكاديمي، طبعا مدعم بالأدلة وفي إطار من الاحترام المتبادل من الجميع.
طبعا زي ما كلنا عارفين انا اعتنقت الاسلام اعتناق عن اقتناع تام، وسبق وقلت قبل كده في فيديو ليا مع الاخ احمد سليمان اني مستعده اني ارد على اي حد يسال عن سبب تركي للمسيحيه واعتناقي للاسلام. طبعا الاستاذ جرجس بعت لي رساله على الخاص وبيسالني انت ليه تركتي المسيحيه؟ انا جايه النهارده علشان ارد على الاستاذ جرجس عن سبب تركي للمسيحيه. السبب الاساسي واول شيء هتكلم عنه النهارده وهو كان سبب في تركي للمسيحيه واعتناقي للاسلام بيتعلق بالكتاب المقدس. اللي كتبوه معظمهم مجهولين، ما نعرفش هم مين. فسؤالي لحضرتك يا استاذ جرجس، تقدر تقول لي مين هو كاتب انجيل متى؟ وايه الدليل انه هو متى تلميذ المسيح؟ وهل المسيحيين اتفقوا على انه هو متى تلميذ المسيح ولا اختلفوا في النقطه دي؟ ومين كاتب رساله يهوذا؟ وسؤال اخير، مين اللي كتب سفر العبرانيين؟ مين اللي كتب الحاجات دي؟ دي اسئلتي لحضرتك، ولو حضرتك جاوبت على الاسئله دي هتعرف ليه انا تركت المسيحيه واعتنقت الاسلام. اتفضل حضرتك جاوبني على الاسئله دي. استاذ جرجس، الاستاذه نهى بتقول او بتعيب على المسيحيه بان كتاب العهد الجديد معظمهم غير معروفين، ما نعرفش مين اللي كاتب الكتب دي، وذكرت على سبيل المثال انجيل متى، وسالت حضرتك سؤال يا ريت حضرتكم بتكتبوا، من كاتب انجيل متى؟ وما وهل لو كان متى ايه هو الدليل؟ وهل المسيحيين، دول ثلاث اسئله، وهل المسيحيين او علماء المسيحيه اتفقوا على ان كاتب هذا الانجيل هو متى تلميذ المسيح؟ دي ثلاث اسئله خاصه بانجيل متى. وعندها سؤال اخر بسفر العبرانيين، من كاتب هذا السفر؟ وهل برضو مجمعون على من كاتبه؟ وبرضو ذكرت سفر يهوذا، وكل ده على سبيل المثال. هل حضرتك عندك اجابات على هذه الاسئله؟ اتفضل. اتكلم؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب، اولا يعني معلش اكرر شكري للاستاذ احمد، لانه في الواقع انا ما كنتش سامع يعني اسئله الاستاذه نهى، واشكر الاستاذ احمد انه اعاد علي تكرار هذه الاسئله. بصي يا استاذه نهى، هو مش القضيه مين اللي كتب هذه الاسفار، القضيه المكتوب في هذه الاسفار. يعني عشان ابحث، يعني ده عايز علم اركولوجي، يعني عشان ابحث مين اللي كتب هذه الاسفار دي عايزه عمليه بحث، عايزه عمليه تنقيب. لكن المهم عندنا كمسيحيين ايه المكتوب في هذه الاسفار. يعني احنا بنعالج او احنا بندور على جوهر المكتوب. لكن في نقطه، لما الاقي انه انجيل متى، يعني نفترض اي واحد كتب انجيل متى، انجيل لوقا، انجيل يوحنا، لما الاقي الاربع اناجيل اتفقوا في مضمون واحد او في جوهر واحد، هو ده اللي يهمني. لكن انا كمسيحي اعرف انه الايمان اخذناه جدا عن اب، انه اللي كتب ده هو متى، انه اللي كتب ده هو يوحنا، انه اللي كتب ده هو فلان. واحنا الايمان اخذناه من الكبير للصغير وهكذا. اللي اتكتب ده لا يختلف عن الايمان اللي احنا ورثناه. فالمهم عندنا مضمون السفر، ايه اللي اتكتب في هذا السفر، مش مين اللي كتبه. ليه مش مين، يعني حته مين اللي كتبه مش مهم عندنا، لانه احنا بنؤمن انه اللي بيكتب كده بيكتب مسوق بروح الله. كلمة روح الله شبيهة جدا بكلمة الوحي في الإسلام. يعني إحنا بنعتقد أو دائماً كمسيحيين إنه روح الله ممكن يحل على أي إنسان فيكتب الحقيقة. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ طب ما إحنا لو أخذنا مثلاً إنه أوحى ربك إلى النحل، يعني ممكن ربنا يوحي إلى النحل، هو يعني من الحشرات الصغيرة. طب لما إن كان ربنا يوحي إلى النحل، ليه ما يوحيش للكاتب
إنجيل متى أو للكاتب العبرانيين إنه يكتب الحقيقة أو يكتب الإيمان الصحيح. يعني إحنا ما يهمناش الشخص نفسه، لكن يهمنا إيه المكتوب. طب وإيه المكتوب ده بيكون بمين؟ بإرشاد من روح الله. نحن نؤمن إن روح الله زي ما هو بيرشد، ما هو الوحي عن في الإسلام يوازي روح الله في المسيحية. فزي ما الوحي يعني بيوحي لكل الكائنات، إن كانت نحلة إن كان إنسان، برضو روح الله يوحي لأي إنسان أن يكتب الحقيقة. خلاصة كلامي، إحنا يعني اللي يهمنا المضمون والجوهر. طالما المضمون والجوهر لا يختلف عن الإيمان اللي إحنا ورثناه، فإحنا بنتقبله، لأن إحنا واثقين إن هو ما اتكتبش بخط يعني بإنسان، ولكن اتكتب بوحي بروح الله. ودي الآية اللي عندنا، إنه الإنجيل أو الكتاب اللي عندنا كتبه رجال الله مسوقين بالروح القدس. يعني الروح القدس عندنا اللي هو روح الله، هو اللي أوحى لكل كاتب أو لكل اللي كتبوا الإنجيل إنه يكتب كذا. ما يهمناش شخصية اللي كتب، لكن يهمنا الجوهر والمضمون، إنه لا يختلف عن الإيمان اللي إحنا ورثناه. اتفضل. طيب حضرتك انتهيت كده؟ طيب هو الخلاصة يا أستاذة نهى، هو ما جاوبش ولا سؤال من الأسئلة بتاعت حضرتك. حضرتك سألتي على مين الكاتب؟ ما قالش. إيه الدليل إنه لو متى؟ ما قالش. وبرضو سفر يهوذا ما جابش سيرته خالص، وبرضو العبرانيين ما جابش سيرته. خلاصة رده على أن مش مهم مين الكاتب، يعني احتمال يكونوا مجهولين واحتمال يكونوا معروفين. هو لم يترك هذه النقطة ولكن ما جاوبش على الأسئلة. فشوفي حضرتك عايزة تكرر عليه الأسئلة مرة أخرى عشان يجاوبها، ولا تكتفي بالإجابة اللي قالها؟ اتفضل. لا، هو حضرتك، هو الأستاذ جرجس كده عايزني أبقى زي حمارا يحمل أسفارا بالظبط. يعني ده الكتاب وده اللي عندنا وده مسوقين بالروح القدس. عايز اقول لحضرتك يا استاذ جرجس، ما هماش مسوقين بالروح القدس ولا حاجه، بدليل ان عمليه الصلب نفسها، قصه الصلب في انجيل تختلف عن في انجيل تاني، تختلف عن في انجيل تاني. يعني قصه الصلب لوحدها وردت في ثلاث اناجيل، كل انجيل بقصه مختلفه. ففين بقى دور الروح القدس اللي مسوقين بيه؟ انا يعني بالنسبه لكلام الاستاذ جرجس كده ما يعتبرش اي اجابه لاي سؤال انا سالته لحضرتك. استاذ جرجس معلش، مع احترامنا، احنا الان اسمح لي، احنا الان مش جايين نناقش اهميه القضيه، لان ربما ده يكون سؤال استفتاحي لاسئله اخرى. هل حضرتك عندك اجابات على الاسئله اللي قالتها الاستاذه نهى في الاول؟ من كاتب انجيل متى؟ بغض النظر عن ان الرساله مهمه او مش مهمه، الانجيل مهم مش مهم، ناخد منه الايمان مش ناخد منه. عندك اجابه على السؤال من كاتب انجيل متى؟ هل هو متى تلميذ المسيح؟ اتفضل. انا قلت لحضرتك انا اللي يهمني مضمون المكتوب وليس من هو الكاتب. فان قلت لك مثلا انه اللي كاتب فلان، هتقول لي طب وايه الدليل؟ طب ازاي انا اقدر اجيب الدليل؟ يعني دي حاجات اتكتبت من حوالي 2000 سنة، فايه الدليل على يعني ازاي اوصل لهذا الكاتب من 2000 سنة وما كانش فيه وسائل لحفظ التواريخ في ذلك الوقت؟ يعني انت دلوقتي عندك قرآن، عندك انترنت، عندك حاجة بتحفظ التواريخ. فلما يكون شيء اتكتب من 2000 سنة، صعب جدا ان انا احدد الكاتب بالضبط. وان كنا الذي توارثناه انه اللي كتب متى هو متى، بدليل بسيط، انا لما اكتب انجيل او لما اكتب شيء لازم هحط عليه اسمي. فطالما حط اسمه على انجيل متى، يبقى اكيد اللي كتبه متى. يعني مش هيكون، مش معقولة يكون هو متى حط اسمه على الانجيل بتاعه. طب ما هو انجيل متى يبقى ده ايه؟ لا، الاسماء ديت جت في القرن الثاني، يعني الاسماء التي كتبت ديت الحقت فيما بعد، مش اللي كاتبها في الابتداء. يعني حضرتك لو رجعت للمخطوط طيب، هتجد ان ديت لاحقه في القرن الثاني، اللي هو كلمه انجيل متى ده في القرن الثاني، انما مش من البدايه كانش موجود.
معلش افهم من كلام حضرتك عشان اختصر الوقت على الناس وناس يفهم، ان حضرتك لا تجزم من هو كاتب انجيل متى، ولكن الذي حضرتك قلتها باللفظ توارثناه هو متى، ولكن لا تجزم وما عندكش الاليه وما عندكش وما فيش اليه تقدر تثبت ان مين كاتب هذا الانجيل. هل انا كده فهمت صح؟ ارد على حضرتك. لا اقول لي اللي انا فهمت صح ولا مش رد. لا انا أيوة اللي أيوة انا فهمت صح. أيوة اللي عايز اقوله لحضرتك معلش، هذا السؤال انا لو حبيت اصنفه تحت علم التاريخ وليس تحت علم جوهر الدين. تمام. يعني انا كنت منتظر ان مثلا يكون السؤال ليه مكتوب كذا، او ليه، يعني كنت منتظر مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض هنسال في كل ده يا استاذ جرجس. طيب استاذ نهى. ايوه لكن اتفضل. لكن ده سؤال تاريخي اكتر ما انه سؤال ديني. لا هو سؤال ديني بدليل ان كتب التفاسير بتناقش القضيه وبتتكلم فيها جدا جدا. بس خليك معايا دلوقتي استاذ نهى، حضرتك مسيحيه سابقه، تركت الدين المسيحي، و كان عندك من ضمن الحاجات اللي كانت بتشغلك من كاتب هذه الامور. حضرتك اكيد عرفت مراجع كتير ممكن نذكرها دلوقتي، ان كتاب الاناجيل وان كتاب العهد الجديد ما ناس مجهوله ما نعرفهاش، والمسيحيين مش مجمعين. الاستاذ جرجس دخل بيقول لك لو سمحت ايه الحاجات اللي خريج تروك المسيحيه، جي اكد ما قد تعلمتيه بعد دخولك الاسلام او ما كنت بتدرسيه او بتبحثي عنه. كتاب هذه الامور ليس على وجه اليقين ما نعرفهمش، يعني الكتاب ده عشان برضه اصدقائنا المسيحيين الموجودين معانا، الكتاب ده اللي هو الكتاب المقدس، كتابه ليس على وجه اليقين، لا هو متى ولا مرقس ولا يوحنا ولا رساله عبرين ما نعرفش مين اللي كاتبها، ولكن احنا تورثنا اسماء. هل الكلام ده يا استاذه نهى ممكن يخليك ترجع للمسيحية؟ الأستاذ كان عايز يرجعك للمسيحية تاني؟ اطلاقا طبعا، ده يجدد موقفي ان انا اترك المسيحية واعتنق الاسلام تاني. انا كده اتأكدت، انا متأكدة اصلا ان كتبة الاناجيل مجهولين ومش معروفين. حتى لو افترضنا جدلا ان الاستاذ جرجس بيقول مسوقين بالروح القدس، لو اتقلبنا في طيات الكتاب مش هنلاقي روح قدس ولا مسوقين ولا اي حاجة، لان في اختلافات بين نفس القصة بين انجيل وانجيل. مثال عليها مثلا قصة الصلب، هنلاقي في إنجيل لوقا مسرودة بطريقة تانية غير إنجيل متى غير إنجيل مرقس. هنلاقي قصة صلب، يعني قصة الصلب مسرودة بطرق مختلفة في عدة الأناجيل. فكده فين الروح القدس بقى اللي حضرتك بتأكد عليها؟ وإحنا المفروض إن إحنا خدنا الدين تورثناه عن الأهل مثلا. احنا اتفقنا ان احنا جايين نتعلم. ثواني يا استاذ جرجس، احنا جايين نتعلم مع بعض. خلاص احنا الثلاثه الان يا شباب ما في خلاف، انا والاستاذ جرجس والاستاذ نهى متفقين على ان الكتاب المقدس مش الاستاذ جرجس بيقول لا يرى انه مش مهم جدا مين اللي كاتب، اهم حاجه ان احنا جوهر العقيده، احنا الحاجات دي صعب ان احنا نعرفها من كاتب انجيل يوحنا. انا يعني حتى ندعم ما نقوله بالادله، سواء احنا الثلاثه هنفتح مثلا كتاب مع بعض وهعرضه لكم على الشاشه الان، كتاب مثلا دليل الى قراءه الكتاب المقدس بقلم الاب استيفان شربانتي، طبعا ده نقلاه العربيه الاب صبحي يسوعي الحموي او الحموي يسوعي، قال الانجيل بحسب انجيل متى يقول اما كاتب الانجيل الحالي اللي هو انجيل متى يقصد فهو غير معروف. ده مرجع مسيحي بيقول الكلام دوت، برضو نعرضه على الشاشة علشان خاطر يبقى احنا كلنا بنتعلم مع بعض سواء مسلمين او غير مسلمين، نشوف الحاجات دي مع بعض. دي واحدة كده نشوفها. كده اعتقد المرجع امامنا على الشاشة. اهو يا شباب بيقول اهو اما الكاتب، يوصل هنا بيتكلم على كاتب انجيل متى، الانجيل بحسب متى يقول ايه هنا يا شباب، يقول اما كاتب الانجيل الحالي فهو غير معروف. طبعا اي مسيحي عامي هيقول لك ازاي احنا طول عمرنا بنقول ان هو متى. لا للاسف ده كلام يقال لعامة الشعب، ولكن عند المتخصصين والأستاذ جرجس هو يعتبر راجل قارئ وفاهم اعترف وقال ده أمر صعب جدا نحدد مين كاتب الإنجيل، ولكن توارثنا إن هو متى، ولكن ما فيش دليل.
ما فيش دليل. طبعا ده ينطبق على باقي الاناجيل برضو. اتفضل يا استاذ جرجس، هل عندك اضافه في هذه النقطه؟ ولو عايزين مراجعه ثانيه يا شباب، في مراجعه ثانيه بتايد هذا الكلام. عندك اضافه لهذا النقطه؟ اتفضل. اولا ما تاخذنيش انا يعني اعترض على جزئيه صغيره في كلام حضرتك. انا لم اقل اني هدف من هذا اللقاء ان انا ارجع الاستاذة نهى الى المسيحية. لا، انا بتبادل فقط، بنتبادل الاراء، بنتبادل الحوار تطبيقا للآية، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وسواء المسيحية او الاسلام. وده اللي قلته في بداية كلامي، انه الاثنين بيدعوا لعبادة اله واحد، لكن كل واحد بينظر لهذا الاله من زاوية معينة. فطبعا انا اطلاقا انا كل هدفي تبادل الآراء فقط، مش عايز أطول في النقطة دي. ثانيا يعني ليس كل مرجع أو كل كتاب مكتوب فيه كلمة أنا أخده يعني أساس لكلامي. حضرتك ذكرت مش الأب، سوري أنا نسيت اسمه، قال مش عارف مين. أنا يعني عايز أقول لك حاجة، كلام هذا الرجل اللي حضرتك ذكرته انا يعني ما اقدرش اخد كلامه انه شيء مسلم به. اسمعنا متى اخذت كلامه شيء مسلم به؟ لا هو مثلا عالم اثار، ولا هو مثلا يعني، لا ده ذو رتبه كنسيه حضرتك، يعني اب متخصص. عايز اقول لك حاجه، ليس معنى انه ذو رتبه يعني راجل متخصص. يعني كان عندنا في التربيه والتعليم مثلا تلاقي موجه اول ملوش علاقه وما يعرفش حاجه عن المذهب. طيب ماشي، حضرتك من حقك، من حقك استاذ جرجس، صح كلام حضرتك صح، ولكن حضرتك لم تقدم الدليل الاخر. يعني قلت لا هو كلامه غلط. طب حضرتك عندك ما ينقض كلامه؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، ليس كل ما اسمعه اسلم به، بدليل الايه اللي بتقول اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تخطئوا. يعني لازم كل نبأ الإنسان يتبين هذا النبأ. صحيح. فأنا ما أقدرش أخذ كل كلمة على أساس أنها مسلم بها. طيب ماشي، أنا متفق مع كلام حضرتك، بس قدم لي البديل. يعني إحنا عندنا واحد متخصص قال كده، حضرتك عندك ما ينقض كلامه؟ ولا لا؟ لا أملك دليل حاليا. أشكرك. الفكرة مش فعلا حضرتك لا تملك دليل، يبقى معلش لا يحق لك أن ترد كلام متخصص إلا لما تملك الدليل. ثواني، هذا الرجل أو غيره أنا أملك أني إما أقبله أو إما لا أقبله. وما مش معنى لا أقبله يعني هو كلامه غلط، يعني كلامه ما يكونش مرجع لي. والكلمة قلتها في بداية الحوار إنه ليس المهم عندنا كمسيحيين الكتاب، لأن إحنا نؤمن إنه روح الله هو اللي أوحى لكل من كتب أن يكتب ما كتب. فما تفرقش معانا كتبه فلان أو علان، ده كل كاتب كتب بروح الله، لم يكتب بعندي. ما احنا مش عارفين يا استاذ جرجس مين الكاتب اصلا. احنا كمسيحيين، لكن المناقشه او اللي انا كنت اتوقعه ان تكون المناقشه في جوهر المكتوب، في مضمون المكتوب، يعني هو ده. لكن مين اللي كتب دي يعني هتقودنا الى عايزين نبحث وعايزين نعمل عشان نطلع مين اللي كتب. يعني زي ايه؟ احنا مثلا بنشوف اثار قدماء المصريين، بتقول لنا المعركه الفلانيه فاز يعني اتهزم او انتصر فيها الفرعون الفلاني. احنا مش بندور مين اللي ناقش هذا الكلام، لكن احنا بناخد مضمون اللي اتكتب او اللي احنا شايفينه، بنلاقي برديه بناخد، بيهمنا مضمون هذه البرديه، لكن ما نقدرش يعني نقول مين اللي كتب هذه البرديه. ف لما نبحث في شيء زي كده بنبحث في مضمون الشيء ده اولا، او في جوهر الشيء، ولا يهمنا مين اللي كتب. اسمح لي كمان نؤمن ان الروح القدس هو اللي ساق كل من كتب حتى يكتب. فانا كنت متوقع الاسئله تكون في مضمون او جوهر المكتوب. اول حاجه احنا استاذ جرجس تسمح، احنا هنناقش حضرتك في المكتوب ايضا، يعني ما عندناش مشكله، ولكن اسمح لي ان اختلف مع وجهه نظر حضرتك جمله وتفصيلا. ليه؟ انا قبل ما اعرف ايه المكتوب اعرف مين الكاتب.
معلش حضرتك بتقولي ده ضربت مثال بتقول يعني لقينا برديه احنا يهمنا اللي مكتوب جوه البرديه. افرض حضرتك احنا لقينا برديه للقدماء المصريين وكتبوا ان القدماء المصريين كانوا ناس وحشين وكانوا مثال يعني وكانوا وهو الراجل الكاتب اصلا كان راجل حاقد عليهم او لا ينقل الحقيقه او راجل غير صادق او راجل كان يكذب، كيف اقبل بكلام مكتوب وانا لا اعلم من الكاتب ده باي عقل؟ اقرا كتاب لمجهول وتقول لي يهمني مين اللي كاتبه ومش مهم مين الكاتب؟ هذا كلام لا يقبله العقل بالنسبه لي على الاقل، انا لا اقبل كلام من مجهول. وكان كده هنعشن المحاضرين معظمهم مسلمين، كان كده اقول لكم ايه، امنوا بالقران الكريم ولا ما تقولوش مين النبي اللي كاتبه، هو كده ربنا بعته للنبي ما نعرفهوش واحنا نؤمن به. يا سلام، ازاي نؤمن بكتاب لا نعلم من كاتبه على وجه اليقين؟ معلش حضرتك بتقول معلش انا سبت حضرتك تتكلم بس هرد على كلام حضرتك. حضرتك بتقول انا الراجل اللي انت ذكرته انا لا يعني مش هايده ومش هعارضه وانا لا املك الدليل على المعارضه، يعني حضرتك يعني انا اسف ما فتناش بشيء. طب كتاب اخر مثلا المدخل العادي الجديد الدكتور القس فهيم عزيز، راجل دكتوراه في الـ في الـ في الـ في اللاهور، بيتكلم في كتابه عن كاتب انجيل متى، قال انقسم الدارسون الى ثلاث فرق تجاه هذه القضيه. قال لك احتمال يكون متى، احتمال يكون تلميذ لمتى، احتمال يكون ناس خدوا ونسبوه الى متى. اذا كانوا انتم كمسيحيين مش عارفين مين الكاتب جاي تقول لي ناقش المكتوب، لا اسف انا كاحمد سليمان ورسالتها برضه هتعبر عن رايها بعد اذن حضرتك بعد ما اخلص، لا اؤمن بكتاب الا ان اعرف من الكاتب حتى اتبين صدقه، هل كان شاهد عيان، هل كان معاصرا للحادثه، ربما يكون اللي كاتب هذا الكلام رجل ادعى ان هو المتى ووضع في هذا الكتاب غير الحقيقه. اتفضلي يا استاذه نهى تعليقك على هذا الكلام، الاستاذ برضه مصمم مش مشكله مين الكاتب، اهم حاجه المكتوب. اتفضل. طبعا انا بؤيد حضرتك يا اخ احمد في رايك، بؤيد حضرتك طبعا في رايك ما ينفعش نؤمن بكتاب، وبعدين دي عقيده يعني جنه ونار، ما ينفعش اؤمن بكتاب وانا مش عارفه مين اللي كتبه، شخصيه الكاتب مين، علشان اقدر ادخل بيت لازم اعرف مين صاحب البيت. فكده حضرتك طبعا انا اتوقع يعني حضرتك الاجابه بتاعتك مش منطقيه بالمره، يعني حضرتك بتطالبني ان انا اكمل في ديانه انا مش عارفه مين اللي كتب الكتاب بتاعها، وكل دليلك ان هم مسوقين بالروح القدس. طبعا هيكون لينا لقاءات تانية في حكايه مسوقين بالروح القدس دي، لان هي مقوله غير صحيحه، لكن مبدئيا كده كتبت الاناجيل هم ناس مجهولين، وانا اسفه ما ينفعش كنت اكمل في دين اللي كتب الاناجيل بتاعته ناس مجهولين. طيب معلش تعليقا على استاذ جرجس، اسمح لي، كتباء ناس الله قديسين مسوقين بالروح القدس، هل الكلام هنا كان يقصد به العهد الجديد ولا العهد القديم ولا يقصد به كل الكتاب؟ طب اجاوب؟ اتفضل. ماشي، ليا بس تعليقين. يعني الاستاذه نهى قالت كلمه مش يعني مش عايزه اعديها لاني جاوبت عليها قبل كده، بتقول عايزني اكمل في ديانه، انا قلت لا، ده انا كل هدفنا ان احنا تبادل الاراء. انا يا فندم يعني بدل حضرتك مبرر لماذا تركت المسيحيه. لا هي بتقول لحضرتك، هي بتدي مبرر لماذا تركت المسيحيه، يعني فمش قصدها مش قصدها حاجه. مش حضرتك يعني انت بعينك يعني. يعني مش هدف الحوار انك تكملي في الديانه دي او دي، وبقول لك الدينان عشان دي مبتدا، الدينان يدعوان الى عباده اله واحد، فانت انتقلتي من عباده الاله الواحد الى عباده الاله الواحد، دي نمره واحد. يعني دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المثال اللي حضرتك قلته بتاع البردية، واخد بالك بتقولي افترض انه اللي كتب البردية دي رجل حاقد، واخد بالك، انا امتى بميز المكتوب او الكاتب؟ اني انا ببحث عن برديتين او مكتوبين، يعني حاجتين اتكتبوا في آن واحد وقارن بينهما. لو لقيت انه الحاجتين اللي انا هبحث فيهم او هقارن بينهما متفقين، يبقى اذا الكاتبين صحيحين ولم يختلفوا. بمعنى لو انت في قضيه وشهد شاهد بشيء
وشهد آخر بنفس الشيء يبقى أكيد إنه الشهادة صحيحة. فلما ألاقي متى كتب شيء وألاقي الآخرين كتبوا وشهدوا بنفس الشيء يبقى أكيد الكاتبين صحيحين. إن أنا أوصل للكاتب هذه مشكلة، هذه مشكلة تعتبر تاريخية ولا تعتبر مشكلة لاهوتية، يعني دي ما هتتبع علم التاريخ ولا هتتبع ولا 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 هتتبع مضمون الدين. وزي ما قلت لحضرتك احنا لا نبحث كتبوا فلان او علان، لانه سواء فلان او علان نحن نؤمن انه لم يكتبه من عقله، لو كتبوا بايه؟ كتبوا بالهام من الروح القدس. فطالما كتبوا يعني الهام من الروح القدس لا يختلف من انسان الى انسان، يبقى اذا احنا مش بنقرا ما كتبه متى، احنا بنقرا ما الهم به الروح القدس هذا الكاتب، سواء كان متى سواء كان غير متى. احنا الانجيل اللي في ايدينا بنقرا الهام الروح القدس وليس ما كتبه فلان او علان. لكن لو كان متى هو اللي كتب، لا انا كنت هرفض هذا الانجيل، لانه هو كانسان كل البشر خطأون، لكن نؤمن انه الروح القدس اللي هو روح الله لا يخطئ، وانه هو اللي الهم هؤلاء الذين كتبوا. في الاول والاخر انا بعترف بضعف امكانياتي وقله دراستي. طيب اسمح لي، كلام حضرتك كلام خاطئ وينكره علماء المسيحية، وانا كلمه كله بكتب المسيحية. ادي مرجع معانا، ده موسوعة اباء الكنيسة او اباء الكنيسة الجزء الاول. اسمع بقى ماذا يقول، هل فكرة الكاتب فكرة ثانوية ومش مشكلة؟ اسمع قال لك ايه كاتب الرسالة، بيتكلم عن رسالة العبرانيين، قال لك كاتب الرسالة موضوع معرفة كاتب الرسالة كان يشكل أهمية بالغة بالنسبة للكنيسة الأولى، لأن هذا الأمر يتوقف عليه قانونية الرسالة. معلش ما قالوش كلام حضرتك إحنا مش مشكلة مين الكاتب أهم حاجة، لا ده قالك إحنا لازم نعرف مين الكاتب علشان ده هيتوقف عليه قانونية الرسالة، واخد بال حضرتك؟ طبعا ادي مرجع نقد كلامك كله، معلش اسمح لي بس ايه اكلم حضرتك. بتقول النقطه الثانيه، حضرتك بتقول لا انا اهم حاجه عندي ان الاناجيل الثلاثه اتفقوا فيما بينهم عما هو مكتوب، وده دليل يثبت ان هم كانوا تمام الشهود يعني اتفقوا. اسمح لي انا لا اتفق مع كلام حضرتك، ربما يكون كل واحد رغم انهم لا اتفق مع حضرتك من ناحيتين. اول حاجه الاناجيل الثلاثه ما اتفقوش مع بعض، او الاناجيل الاربعه ما اتفقوش مع بعض. ولو تسمح لي لو وقت حضرتك يسمح بكره في نفس الموعد نتحاور، فهل اتفقت الاناجيل الاربعه فيما بينها في مضمون الرساله او في احداث الرساله؟ لو حضرتك وقتك يسمح اكون شاكر ليك جدا، بكره او بعد او اي وقت حضرتك يناسبك. النقطة الثانية، ولنتفق يعني نفترض انهم اتفقوا، هذا يدل على صحة ما مكتوب؟ لا، لا يدل على الصحة. ما هو دلوقتي عندك كتير من المسلمين متفقين على اشياء غير صحيحة، وكثير من المسيحيين متفقين على اشياء غير صحيحة. الاتفاق لا يعني بالضرورة على صحة الشيء. الجملة دي مهمة جدا، الاتفاق لا يعني بالضرورة على صحة الشيء، ممكن يكون صحيح ممكن لا، لانه ربما يكون في اشاعة. يعني مثلا انا مش عايز اذكر حاجات امثله، يعني مثلا في حاجات كتيره جدا حتى منتشره بين المسلمين، ولما ترجع لاصل الامور تجد ان اصل الحديث ده لا يصح، على رغم منتشر اتفق المسلمين على شيء معين، ولكن لا اقصد جميع المسلمين، اقصد فئه كتيره منهم. اذا الاتفاق لا يدل على صحه او عدمها، ومع ذلك انا بقول لحضرتك ان كتاب الاناجيل لم يتفقوا وكتاب العهد الجديد لم يتفقوا، وبدليل كمان حضرتك ان وحتى يومنا هذا المسيحيين لم يتفقوا على كتاب مقدس، منهم من يؤمن ب 66 صفر ونسوهم ب 73 صفر ونسوهم ب 81 صفر، حتى يومنا هذا لم يتفقوا. نسمع تعليق الاستاذه نهى. هل يا استاذه نهى كاتب الانجيل كان لا يشكل اهميه حسب ما حضرتك سمعتي او ما قال الاستاذ وقناعتك الشخصيه؟ اتفضل. لا طبعا بالنسبه ليا طبعا كاتب الانجيل يشكل، لو تعالي الصوت شويه.
بقول لحضرتك بالنسبه ليا كاتب الانجيل طبعا يشكل لي اهميه، علشان اصدق الكلام اللي هو مكتوب لازم اعرف مين اللي كتب الانجيل وما مدى مصداقيته. طبعا ده شيء اساسي في العقيده، ان انا اعرف مين اللي كاتب الانجيل ده، بغض النظر عن انك تقول لي موثوق بالروح القدس او غير موثوق بالروح القدس. وبعدين عايز اسال حضرتك، الروح القدس اللي هو موثوق بيها تقصد العهد القديم ولا العهد الجديد؟ الروح القدس اتوجدت سنه 381 ميلاديه، يعني قبل كتابة الأناجيل. فعايزة أعرف من حضرتك أنت مسألة تأليه الروح القدس في المجمع، تأليه الروح القدس، يعني الروح القدس كانت موجودة في العهد القديم؟ أنا ما أعتقدش، لأن ما فيش أي كلمة روح قدس في العهد القديم. الأستاذ جرجس، الأستاذة نوى سؤالها بيقول، هل الروح القدس كان منذ العهد القديم عبارة عن إله؟ طب أرد، هو يعني أكتر من نقطة حضرتك أثرتها أنت والأستاذة نهى، خد وقتك، فمش عارف أبدأ بأنهي نقطة. خد وقتك. أول يعني طيب، أولا حتة يعني اتفاق المكتوب أو الأشياء، لما يكون اللي كتبوا الأناجيل كتبوه في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة واتفقوا على المضمون والجوهر، يبقى أكيد هذا المضمون والجوهر صحيح. يعني عايز أقول لحضرتك، يعني لما يكون اللي كتب مثلا إنجيل متى كتبه في مكان معين، اللي كتب يوحنا كتبه في مكان معين وفي زمن معين، يعني اختلفوا في الأماكن وفي الأزمنة، ورغم ذلك اتفقوا في المضمون، يبقى اكيد الكلام ده نقبله. احنا قلنا استاذ جرجس، مش عارف حضرتك كنت قافل الصوت ولا، انا قلت لحضرتك النقطه ديت احنا ممكن نناقشها بكره، لان انا بدعي ان هم لم يتفقوا، فحضرتك تقول ليش هم اتفقوا، خلي النقاش في دي لبكره، بكره بعد نهايه الحوار نشوف هم اتفقوا ولا. تمام، اتفضل. النقطه اللي قالتها الاستاذه نهى، هل الروح القدس كان موجود في العهد القديم؟ ولو انه دي المفروض تؤجل لمناقشة موضوع الثالوث، يعني دي ما كانش وقتها في هذه المناقشة، لكن أقول لك أيوة، الروح القدس موجود في أول الآيات في العهد القديم، لما يقول وكان روح الله يرف على وجه المياه، ولما يقول في المزمور مثلا روحك القدوس لا تنزعه مني، فأيوة ده الروح القدس، نحن نؤمن هو روح الله والله أزلي، يبقى الروح القدس ده أزلي. يبقى يعني أنا مش عايز أدخل في هذه التفريعة، يعني أخليها لوقتها. أيوة الروح القدس موجود في العهد القديم. هو السؤال ما كانش كده، هي الأستاذة نوى تقصد على هل كان إلها في العهد القديم ولا. مع احترام بس، ثواني بس، مع احترام كلمة أول آيات سفر التكوين وكان روح الله يرف، ده نص محرف، يا ريت حضرتك ما تستشهدش بنص محرفة، يعني حضرتك لو رجعت للتوراة التوراة السامرية هتجد إن كلمة بدل روح الله مكتوب رياح الله، وأنا عندي التوراة السامرية ورقي ممكن أبعته وأصوره لحضرتك، بدل ما كلمة روح الله ورياح الله، ودي قضية تناقش علماء المسيحية، هل هو كان روح الله ولا رياح الله؟ فخلي النقطه دي خليها ليوم الثالوث ان شاء الله، نبقى نستفيد في هذا الكلام. خلاص احنا كده عشان مش عايزين نطول على الجمهور او على المشاهد، احنا ان شاء الله، هل وقت حضرتك يسمح لبكره ان شاء الله نناقش هل اتفقت الاناجيل الاربعه في مضمون وجوهر الرساله وفي احداث الرساله؟ حضرتك عندك مانع بكره ان شاء الله نجتمع احنا الثلاثه ونناقش فيه؟ تحت امرك، بس في نقطه صغيره. اتفضل. يعني عقليا هل حسب العقل هل في حاجه اسمها رياح الله؟ والله ايه الكلام ده، اقوله الكلام ده والله اقوله للواضعي. اسمع ما حضرتك ما تقتلش القتيل وتيجي تسالني انا فيه، وانا الكلام ده جايبه من كيسي من عندي، انا بقول لحضرتك التوراه السامريه وهي محترمه عند الدارسين مكتوبه رياح الله، عادي رياح الله، ناقه الله، بيت الله، مدينه الله، عادي يعني مش فيش مشكله. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ما هو برضه يعني ده كلمة روح الله مذكورة في سورة يوسف آية 87، يعني روح الله دي يعني مذكورة في الإسلام وفي المسيحية. لا 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 مش مذكورة، لا لا لا، حضرتك قرأتها غلط، هي موجودة في سورة يوسف، موجودة في سورة يوسف يا أستاذ، أستاذ بصراحة معلومة، سورة يوسف ما فيش روح الله، هي روح الله،
قال لا لا, لا لو سمحت لو سمحت لو سمحت لا يا فندم 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 لو سمحت احنا معانا مشاهدين وعايزين نصلح لهم معلومه. في القران الكريم ما فيش روح الله في سوره يوسف، هي موجود روح الله ومعناها رحمه الله. قال يا بني لا تيأس من روح الله. اي لو سمحت 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 لا معلش 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 انا مش هخش في ثالوث، انا بتكلم حضرتك بصلح معلومه. حضرتك بتقول موجوده في سوره يوسف، كلام حضرتك غلط عشان بس نصلح الناس المعلومه. لو سمحت لو سمحت اخلص المعلومه. اللي موجوده في سوره يوسف روح الله بمعنى رحمه الله. قال يا تيأس من روح الله اي من رحمه الله، فمالهاش علاقه بالروح القدس والحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها. اتفضل خلي كمل. خلي الرد الوقت، ما فيش مشكله. عامه احنا سعدنا جدا بلقاء حضرتك، كل واحد يقول كلمه ختاميه. اتفقنا يا شباب كل حاضرين، انا والاستاذ جرجس والاستاذه نهى، على ان الكتاب فعلا ممكن يكونوا مجهولين، ودي امر هو شايف الاستاذ جرجس امر ثانوي جدا عادي جدا جدا، والاستاذه نهى قالت ان ده امر بالنسبه لها خطير جدا، ان هي لا تؤمن برساله يعني كتابها مجهولين. طبعا الاستاذ جرجس يعني شال عني عناء ان انا يعني اعرض الكتب والمراجع اللي كانت بتتكلم في الموضوع دوت. كان عندي مراجع كتيره جدا جدا لعلماء كتيره جدا بتقول ان الكتاب مجهولين وان هم غير معروفين وما نعرفش اصلا مين الكاتب، ولكن هو الراجل شاكرا له اضاف للمراجع الكثيره شهادته وقال ان الامر مش غير هام جدا. فضل استاذ نوح يختم بكلمه والاستاذ جرجس يختم بكلمه، بس يا ريت ما فيش حد يفتح مواضيع، واشكركم جدا. اتفضل استاذ نوح. تمام. طبعا حضرتك يا استاذ جرجس كده الاسئله اللي انا وجهتها لحضرتك، حضرتك اجابتك ليا كانت فعلا ان كتبت الاناجيل مجهولين، وبتقول حضرتك ان مش مهم مين كاتب الانجيل، المهم الجوهر، وقلت ان هم موثوقين بالروح القدس. ده الموضوع ده هنتناقشه فيما بعد طبعا، وانا كده بعتبر ان ده سبب من ضمن اسباب تركي للمسيحيه واعتناق الاسلام، واشكرك جدا طبعا. تفضل يا استاذ جرجس. طبعا انا بشكر حضراتكم جدا على هذا اللقاء الجميل، وعايز اقول حاجه يعني اللي قلته انه احنا يصعب الوصول الى من هو الكاتب، يعني وده شيء يعني في التاريخ في علم التاريخ ايوه يصعب الوصول الى من اللي كتب هذا من حوالي 2000 سنه. طبعا عمليه صعبه جدا وعايزه بحث، لكن في النهايه انا بشكركم جدا على هذا اللقاء. ان شاء الله موعد حضرتك يناسبك بكره نتكلم في مساله هل اتفقت الاناجيل فيما بينها عن الاحداث وكده، ولا وقت حضرتك لا يسمح. طب هل ممكن يكون الوقت يعني مثلا 10 بدل من 9:30؟ الرساله نوع الوقت يسمح لحضرتك بكره عادي، بكره الساعه 10 مفيش مشكله. مفيش مشكله، تمام مفيش مشكله. بقى ان شاء الله موعدنا بكره الساعه 10 بكره 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 الثلاثاء. ممكن يكون عندي موعد. خلاص احنا نتفق فيما بعد الخاص، ويكون بكره او بعده بالكثير ان شاء الله. خلاص اشكركم جدا، واشكر الاستاذ المحترم الاستاذ جرجس. انسان على فكره الاستاذ جرجس راجل كبير في السن يا شباب وله الاحترام، واحنا بندعوه الى معرفه الحق والاله الواحد، وبرضه واسال الله عز وجل ان يهدينا جميعا الى الحق اينما كان. واشكر الاستاذه نهى جزاك الله خير، واشكر المتابعين، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. السلام عليكم.